وفي نفس الوقت كمان سهل. يعني الجزء الاولاني من الحصه يعتبر خدناه قبل كده. خلاص اوكي يا جماعه؟ حد ما حضرش المره اللي فاتت الجانجليون اللي فاتت؟ الحمد لله كله حضر. طب كويس. هناخد النهارده يا جماعه حاجه اسمها اوتيك جانجليون. احنا خدنا المره اللي فاتت التريجو بالاتاين جانجليون او السبينو بالاتاين جانجليون، وخدنا قبل كده في الاوربت السيلاري جانجليون، مش كده ولا ايه؟ عندكم امتحان على الاوربت حصه الاربعاء والخميس، انا قايل الكلام ده مش كده؟ على الاوربت الكرينيا كافيتي. ليه؟ عندكم ايه؟ حاجات كتير. فيسيولوجي سكشن الاسبوع ده؟ طيب ماشي، يبقى حصه السبت والحد مفيش مشكله. مفيش مشكله، حصه السبت والحد ان شاء الله امتحان على الاوربت والكرينيا كافيتي. الاوتيك جانجليون دي الجانجليون الثالثه، في واحده رابعه كمان. هم اربعه عليكم السلام. اربعه باراسمباثات الجانجليون موجودين عندنا في الهيد اند نيك. خدنا منهم تريجو بالاتاين وخدنا سيلياري، وبناخد دلوقتي اوتيك جانجليون، والحصه اللي بعد الجايه هناخد السب مانديبولار جانجليون، يبقى خلصوا كلهم يا عمر. طيب ما تيجي نقول كده الاوتيك جانجليون ايه الروتس بتاعتها؟ داخلها روتس ايه؟ وايه البرانشات بتاعتها؟ احنا زي ما احنا متفقين يا جماعه الجانجليون دي انواعها بارا سيمباثيك جانجليون. طالما بارا سيمباثيك يبقى احنا اصلا بنشرحها عشان البارا سيمباثيك بتاعها. طيب والبارا سيمباثيك هو اللي يستريح فيها. طب السايت بتاع الجانجليون دي فين؟ مش احنا اتفقنا قبل كده لو تفتكر ايه هي الاستراكشرز او الكونتنتس اوف انفرا تمبرال فوسا؟ كانت الانفرا تمبرال فوسا عباره عن، لو تفتكر لما قلنا مع بعض يا جماعه، لو دي الانفرا تمبرال فوسا الحته دي بعد ما تشيل المانديبول، كانت الحته دي يكون فيها كل ما هو ماكسيلاري، كل ما هو مانديبولار، كل ما هو تريجويد، صح؟ ما هو ده التريجويد، وهنا المانديبول والماكسيلا اهي، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ وودن. فاكرين القصه دي لما قلت لك ماكسيلاري ارتري او ماكسيلاري ارتري وفين ونيرف لو تفتكروا، ولما قلت لك مانديبولار ها نيرف، ولما قلنا يا جماعه تريجويد فينس بلكسس، ولما قلنا ودن اللي هي هنا يعني اوتك اهي، ولما قلنا حاجه اسمها كوردة تمبانيلا لو تفتكروا القصه دي. طيب يبقى انا كان عندي السايت، شكرا استاذ، انفرا تمبورال فصة. يبقى السايت بتاعها انفرا تمبرال فصة ونوعها بارا سيمباثيك جانجليون، مش كده ولا ايه يا كابتن؟ طيب تعالى ندخل على الروتس اند برانشز. حد يقف بره؟ اكيد بلا بلا اشرطه معايا ها كمان شويه. الروتس اند برانشز، الروتس بقى والبرانشز يا جماعه عباره عن ايه؟ خلينا ناخدها برسمه. ادي الاوتيك جانجليون. لا تنسى ان البارا سيمباثيك بس هو اللي ريلي. اول حاجه عندنا يا شباب ليها سنسوري روت. انا عندي هنا حاجة اسمها المانديبولار نيرف، ركز معايا قوي. يبقى ده اسمه ايه؟ مانديبولار نيرف. من ضمن برانشات المانديبولار نيرف انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. من ضمن برانشات البوستيريور ديفيجن عالي، فاكرينه؟ يعني من ضمن برانشات المانديبولار حاجة اسمها ايه؟ عالي اوريجولو تمبرال نيرف، ودي الباروتيد جلاند عشان الناس اللي هتراجع معانا الباروتيد وما حضرتهاش، لما نيجي نشرح وقتها النيرف سبلاي والباروتيد هقول لك، مش هقول لان هبقى قلته دلوقتي. خلاص اوكي يا جماعه؟ اوريكولو تمبرال نيرف هو اللي بيوصل يا ثروت النيرف سبلاي كله بتاع البروتيد،
سواء كان سيمباثيتك سواء كان بارا سيمباثيتك سواء كان سنسوري هو اللي شايل السنسيشن. خلاص كده يا جماعه. طب السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك بيروحوا له ازاي؟ هقول لك القصه دلوقتي. هقول لك اساسا من الاوتيك جانجليون بتاعه الباروتيد. الاوتيك جانجليون بتاعه الباروتيد اوعى تنساها. الاوريكولوتيمبورال نيرف هو ده الاساس بتاع الباروتيد. ده السيرفيس او الاوتوبيس اللي رايح للباروتيد. ركز معايا قوي. طيب اول حاجه من المانديبولار نيرف حاجتين على فكره هيدخلوا لي الجانجليون من المانديبولار نيرف. الحاجه الاولانيه اهي سنسوري رود وطبعا بيعدي من غير ما يستريح. يبقى ده سنسوري رود من المانديبولار نيرف وعارف رايح فين؟ هيروح بعد كده يدخل مع الاوريكولو تيمبورال عشان يروح الباروتيد. رقم اتنين يا جماعه فاكر النيرف ده اللي انا قلته من المين ترانك يطلع حاجه اسمها نيرف 2 ميديال تريجويد اللي هو المفروض هيدي عضلتين تانيين بس يقول لهم هروح مشوار وارجع لكم لو فاكرين القصه دي. يدخل الجانجليون الاول ما يستريحش بعد كده ما يطلع من الجانجليون يدي عضلتين توأم واحده اسمها تنسور والثانيه برضه اسمها تنسور. دي تنسور بلاتاي ودي تنسور تيمباناي. صح الكلام ده؟ اظن كلام احنا الاول اهو. طب يعدي من غير ما يستريح؟ اه. وده يسموها ثروه موتور رود. وعلى فكره دي الجانجليون الوحيده في الهيد والنك اللي بيدخلها موتور رود كله سنسوري بارا سمباثيتك سمباثيتك. دي بزود على موتور. حلو قوي. رقم اثنين السمباثيتك فايبرز هتمشي ازاي؟ هقول لك السمباثيتك فايبرز. كان عندي ارتري في المكان ده رايح عن طريق الفورامين سباينوزا جاي من الماكسيلاري ارتري من الفيرست بارت اوف ماكسيلاري. الفيرست بارت اوف ماكسيلاري برانشاته مياده. الام الاولانيه كانت عباره عن ايه؟ برافو عليكم ميدل منينجيال ارتري. واي شريان حواليه بارا سوري حواليه سمباثيتك بلكسس. السمباثيتك بلكسس ده يطلع يخش الجانجل ما يستريحش ويطلع يروح فين؟ برضه على الاوريكولو تيمبورال. عارف ليه؟ ايوه تو بلاد فيسلز بتاعت الباروتيد او اللي حوالين الباروتيد. ما هو ده بتاع البلاد فيسلز يا جماعه اللي هيعمل فازو كونستريكشن مش كده ولا ايه؟ طيب ركز معايا بقى للثالثه اللي انا ماكلها للاخر لان هي دي الجانجليون الباراسمباثيك رود. عندنا يا شباب لو دي السكالز ركز بقى معايا قوي دي كده الفورامين ماجنوم ودي كده الجاجولار فورامين. وفي المكان ده المفروض لو تفتكر في الرسمه بتاعتنا الاساسيه كان كده صح الكلام. دي كانت الفورامين ماجنوم بتاعتنا وهنا كان الفيتراس بارت اوف تمبورال بون صح. وادي الميدل ايير في المكان ده تقريبا يعني سيبك منها دلوقتي بس انا راسم رسم كوك يا جماعه. ادي الميدل ايير وادي الفورامين اللي كنت بلقبها بايه؟ برافو عليك. كان عندي في المكان ده دي كده المظله اوبلونجاتا جوه المظله اوبلونجاتا في نيوكليوس. اسم النيوكليوس دي ايه؟ انفيريور لانها تحت اكيد السوبيريور في البوتس سليفري نيوكليوس. اتفقنا مع بعض قبل كده ان عندنا الكرينيال نيرف كل كرينيال نيرف يا جماعه ليه كذا منبع ليه كذا نيوكليوس. من ضمن الكرينيال نيرف اللي بتخصنا النهارده الكرينيال نيرف رقم 9 اللي هو الجلوسو فارينجيال
نيرف اللي هو رقم 9. ورقم 9 ده رقم حلو، بس اب او جد زي ما بنقول عليه ندل جدا بجد. خلصوا كده يا جماعه. النيرف ده طالع من كذا نيوكليس على فكره، مش من هنا بس، من ضمن النيوكلياي بتاعته inferior salivary nucleus. المفروض كل اب بيشتغل شغلانه بيوزع المهام على اولاده كلهم. بالظبط يا جماعه ده اللي بيحصل، ان الكلوسوفارينشال نيرف من ضمن عياله طفل صغنون خالص طلع من هنا هو اللي شال النيوكليوس دي. الكلوسوفارينشال نيرف وراه مشوار بره رايح يغذي الطنب والفارنكس، اسمه حتى كلوسوفارينشال، فيروح طالع من هنا من خلال الجاجولار فورم. خلاص الحمد لله طلع وساب الغلبان ده جوه ابنه الكبير، عشان تعرفوا قد ايه هو نادي. على الرغم ان خلي بالك الفرن الجوبال دي هيبقى مكانها هنا والقوت الجنجلون هنا، يعني كان المفروض ياخده معاه بس لازم يزلوه، كان لازم ياخده معاه هنا. اشمعنى يا جماعه؟ اصل النرف ده هو اللي شايل الباراسمباثيك سبلاي لحد البروتيد. النرف ده هو اللي شايل الباراسمباثيك اللي هتستريح في القلب. طب القلب تحت اهي، خدني معاك يا بابي. قال له ايه؟ لا صح كده الكلام يا جماعه؟ اب نادل زي ما اتفقنا قبل كده خلاص، فراح قال له لا خليك انت هنا يا حبيبي وما سمعهوش كمان. خلاص اوكي؟ فهو بص جنبه كده ولا طلع اغبى من باباه اصلا، كان ممكن يخرج معاه خلاص. تعالى انا هدخل هنا. دخل الميدل اير كافيتي، كافيتي محترم. لما دخل الميدل اير كافيتي سموه باسم الميدل اير، فراحوا مسمينه ايه يا ثروت؟ تمبانك برانش. وصفوا عالم، العالم اللي طبطب عليه ودخله الميدل اير. الواد كان غلبان مش عارف يروح فين، عيل صغير راح رميه في قلب الميدل اير كده، وصفه باسمه، بس اسم العالم مش مهم. واسمه ريدل، اسمه ايه تخيلوا؟ جاكوبسون. خلاص؟ فسماه باسمه جاكوبسون نيرف. انا بقوله لك ليه؟ عشان لو سمعت كلمه جاكوبسون دي في اي حته افتكر الابن الضال، اوعى تنساها، تمبانك برانش. خلاص كده يا جماعه؟ طيب عندنا التمبانك ده عجبته القعده في الميدل اير ونسي المهمه بتاعته. خلاص كده يا جماعه؟ ما هي النمله موروثه في العيله كلها من الاول. فراح متجوز ومخلف في قلب الميدل اير. فعمل جوه الميدل اير تمبانك بلكسس. وشوف يا اخي اللي داله، راح مطلع ابنه الصغير تحت، راح يقول اطلع انت بقى كمل المشوار، ونقى اصغر عيل عنده طلعه. حتى هو اسمه ايه كده حتى الطفل ده؟ ليسر سوبرفيشال فيتروزال نيرف. حتى شوفوا مسميه، مسميه اسم تقيل، اسم ريزن. خلاص كده يا جماعه؟ ليسر سوبرفيشال بيتروزال نيرف اللي طلع لي من الفورامين اوفال عشان يطلع يروح الانفراتيمبورال فوسا. اول ما طلع دخل الانفراتيمبورال فوسا لقى نفسه تعبان يا جماعه، فقال يدخل يستريح. جد نادل طبيعي ده يكون اندل، اللي هو التمبانك اللي هو الابن نفسه طبيعي ده يكون اندل برضه. القصه كلها نداله، فقال لك انا مش مكمل، انا فاعل عليا كده، استريحت الجانجليون وخلاص. راح مطلع البوست جانجليونيك ابنه الثاني بقى، راح قال له روح يا ابني كمل انت المشوار. بوست جانجليونيك اروح فين؟ قال له بص انت عارف في مكان كده اسمه البروتت، روح واديله الباراسمباثيك سبلاي. نزل الواد هنا يا محمود في قلب الانفرا تمبورال فوسا تايه مش عارف يروح فين، فلقى زي ما قلت لكم قبل كده اتوبيس صغير كده والتباع عمال ينادي يقول ايه؟ بروتت بروتت بروتت. فقال له خدني معاك، وراح داخل البروتت جلاندي مديها بارا سمباثيك سبلاي اوف بروتت، يا
يعني البرس الباثيك سبلاي اوف باروتيد خلص، يعني النيرف سبلاي اوف باروتيد خلص. السؤال ده بيجي في الامتحان كتير جدا، ساعات يجي اوت الجانجليون، وساعات بقى وده الاشهر بصراحه، يجي لك نيرف سبلاي اوف باروتيد. فاكرين كويس قوي وانا بشرحه الناس اللي حضرته معانا، قلت لكم ايه؟ هعيده تاني مرتين، مره في الاوت الجانجليون، وان شاء الله كمان كام حصه في الكلوسوفارينجيال نيرف، هعيده تالت. خلاص اوكي، قد ايه موضوع مهم وقد ايه موضوع بيجي في الامتحان. كده خلصت يا جماعه الاوت الجانجليون، كده خلص يا جماعه النيرف سبلاي اوف باروتيد، وهتلاقيني كاتب لك الموضوع في المذكره تاني، وانا كاتبه لك كاتب لك جنبه راجع النيرف سبلاي اوف باروتيد. خلاص كده يا جماعه، ودي الاوت الجانجليون، وادي امضيت يا سعودي وخلصت اول موضوع في حصه. اوكي ما تشغلش بالك بقى، هو مكان موضوع المهم اول موضوع خلص. ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، خلصت كده. هندخل دلوقتي في ايه؟ في موضوع في غاية الأهمية، احنا يمكن جبنا سيرته قبل كده بس هقوله تاني. حاجة اسمها يا جماعة، حاضر يا عم، فاهم، احنا خدنا المجزرة النيرفيانسي بقى خلاص اوكي. حاجة اسمها السابما ديبولار ريجون او الدايجاستريك تراينجل، احنا شرحنا اللي فيه قبل كده. هناخد دلوقتي، نعم يا محمد سيبها دلوقتي، ما انا قلت لكم يا محمد. بصوا يا جماعه، تريجو مرتين فرصه، دكتور محيي كاتبها في كتابه ثلاث سطور، حلو كده، بس عشان بس تبقوا سالين عشان محمد بيسال عليه، بس انا قلت لكم الكلام ده المره اللي فاتت، كاتبها في كتابه ثلاث سطور كويس. هو كموضوع بصراحه بيجي في امتحانات كتير قوي كموضوع، يعني يجي يقول لك ايه، انيوميريت باوندريز كوميونيكيشن كونتنتس اوف تريجو مرتين فرصه، بتيجي كتير قوي. حلو كده كلام، بس هو كتبها في كتابه ايه؟ ان التليجو بلاطايم فصة دي عباره عن فصة موجوده بعد المجزره فيشر، عباره عن بيراميد الان شيب وكونتين 1 2 3 كده، يبقى مش موضوع يا احمد يعني كده كده. حتى لو هقولها لكم فهبقى هقولها لكم عشان ام سي كيو، مش هيبقى سؤال، فهمت قصدي؟ فانا لسه انا طبعا كتبتها على الرغم ان انا شايفها في الكتاب بتاعه سطرين. كتبتها ليه؟ كتبتها عشان ربما تمام كده يكون عامل حسابه انها هتتقال في العملي ويجيبها برضه، فهمت قصدي؟ فانا حطيت احتياطي، هساله، هقعد اساله، لو كان طالبها وعايزها شرح هي مكتوبه كده كده في المذكره وهنشرحها. طب لو مش عايزها شرح هقول لك احفظ 1 2 3 عشان الام اس كيو، فهمت؟ انا باكلها ليها صارت هسيبها دلوقتي، لكن هي كموضوع بامانه مفهوم بامانه، يعني يمكن حتى هتلاقي لي انا فيديو على اليوتيوب مصورها كده وشرحها عشان تبقى باينه. خلاص بس سيبها دلوقتي، سيبها دلوقتي. ادخل بقى بعد كده، كل ده اتاخد بعد كده على حاجه اسمها ال سبمان ديبولار ريجون، اعتقد هو ده اللي عليه الدروس. السبمان ديبولار ريجون يا جماعه او الدايجاستريك تراينجل باوندريز وكونتنتس خدناهم قبل كده. تعالى ناخد المسلز اللي موجوده فيه ونبدا باول عضله عندنا. اول عضله عندنا هناخدها النهارده عضله اسمها مايلو هايويد مصر. قلت افصل بقى واديكم خطوات. المايلو هايويد مصر يا دكاتره كان عباره عن العضله اللي لو سيادتك شلت الجلد، شلت السوبرفيشال فاشيا بالبلاتيزما، خلاص اوكي، شلت دي فاشيا اوف نيك، خلاص اوكي يا جماعه اوف نيك، اتفقت معاكم، اتسالت السؤال ده هنا وجاوبت لكم عليه ان الفيس ما فيهوش دي فاشيا. ليه ما فيهوش؟ عشان تعرف تضحك، خلاص عشان تعرف تعمل كل حركات السيلف اللي بتعملها، خلاص اوكي يا جماعه. طيب والناس اللي مختلط عليها الامر اللي انا قلت لكم برضو عليهم، اللي هم بيعتبروا ان عشان الباروتيد عليها فاشيه، الفاشيه بتاعه الباروتيد جايه من ديب سيرفايكل، مش جايه من الفاشيه بتاعه الفيس، هي ان دي فاشيه فعلا بس ان الفاشيه بتاعه السيرفايكل. ففي ناس تقول لك ايه، طب ما الباروتيد دي تبع الفيس، يبقى المفروض دي تعتبر ديب فاشيه في الفيس، الفيس نفسه ما فيهوش ديب فاشيه، عشان بس تبقوا فاهمين القصه ماشيه ازاي. طيب ايه اهميه الديب فاشيا؟ انها تمسك العضلات، طب بجد
تعمل الانترماسكولار سيبتم، تغلف الفيسلز، الاغلفه اللي انت بتشوفيها في الفيسلز، تغلف الجلاندس، انفست، انفست يعني تغلف، خلاص اوكي. تحمي او تقلل الحركه في حاجات معينه، ولذلك الاماكن اللي فيها حركه في الجسم مهمه ما تعيش فيها دي فاشيه، زي مين؟ زي بطنك، والا بطنك لو فيها دي فاشيه مش هتعرف تاكل. اشمعنى؟ ده انت بتاكل وتملى بطنك على الاخر في رمضان، هتلاقي بطنك قدامك كده. لو في دي فاشيه عمرها ما يحصل لها ديستنشن، او لما يحصل لك حاسه انتفاخ في القولون، ليه تبص تلاقي بطنك كده؟ اشمعنى؟ عشان الدي فاشيه مش موجوده. الحوامل الستات لما بتحمل بطن ستريتشد، ليه؟ عشان ما فيش دي فاشيه. الثوركس ما فيهوش دي فاشيه، اشمعنى؟ عشان اللنج تعرف تتمدد براحتها. الفيس ما فيهوش دي فاشيه، عشان ايه؟ الحركات بتاعتنا كلها هتحركي العضلات ازاي؟ فهمتي؟ طيب يا جماعه، عندنا بعد ما تشيل الكلام ده تلاقي عضله موجوده في المكان ده، العضله دي موجوده يا عبده في الفلور اوف ماوس، فيقوم مسمينها ايه يا جماعه؟ مايلو هايويد. من اسمها مايلو، يعني من المايلو هايويد لاين اوف مانديبول. انت عارف اصلا مايلو يعني ايه؟ باللاتيني يعني الكلمه نفسها يعني كلمه مايلو يعني بومر، بتكلم بجد يعني جايه من عظمه، قال يعني خلاص هي المانديبول العظمه الوحيده في العالم، خلاص اوكي. وهايويد يعني هايويد بول، مفهوم الكلام ده يا جماعه؟ طب ايه الاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي والاكشن بتاعها؟ تعالى ناخد، لو انا رسمت لك المانديبول بالشكل ده، ده واحد باصص ازاي؟ عامل كده، فهمتوها؟ فهمتوا الرسمه جايه ازاي؟ في عندي في المكان ده حاجه اسمها مايلو هايويد لاين كده، وحاجه اسمها مايلو هايويد لاين جوه المانديبول. المايلو هايويد لاين على الناحيتين منزل لي العضله دي بالشكل ده. عشان العضله دي تنزل كده يبقى الاوريجين بتاعها من المايلو هايويد لاين اوف مانديبول. حلو الكلام. والانسرشن بتاعها يقول لك ليها اثنين انسرشن على فكره. الانسرشن الاولاني الفايبرز الصغيره اللي بره دي، ادي الهايويد بون اهي يا جماعه، ادي البودي اوف هايويد بون. اشمعنى ده البودي مش الهايويد بون عامله كده؟ يبقى ده البودي والمفروض جوه بقيه القوس الجريتر هورن، مش احنا اللي سالناها قبل كده؟ ادي البودي والحته دي كده كلها جريتر هورن، والصغيره دي لسه هورن. اوف هايويد بول، مفهوم يا جماعه الكلام؟ طيب البودي اوف هايويد بول، العضله دي يا جماعه راح تمسك في البودي اوف هايويد بول عن طريق هي نفسها الفايبرز بتاعتها تمسك في البودي اوف هايويد بول، والفايبرز اللي في النص تعمل انتر ديجيتيشن مع بعض، يعني تتشابك مع بعض، يعني تتداخل مع بعض، علشان يا جماعه تعمل المنظر الجميل ده. فتعمل لك في النص ما يسمى مايلو هايويد رافي، والرافي ده بيمسك في مين؟ في البودي اوف هايويد. حد مش فاهم؟ خلاص اوكي، يبقى انت كده خدت الاوريجن وخدت الانسيرشن. تيجي نرسمها من الجنب اهي، لو ده المانديبول يا دكاتره، بالمنظر ده ادي المايلو هايويد لاين جوه، المفروض ده الميد لاين. فتلاقي العضله دي جايه ازاي؟ جايه من هنا كده طبعا، المفروض انقطها اوكي، نازله بالشكل ده عشان تمسك في اختها من الناحيه الثانيه، يعني ده مكان الرافي صح؟ مش كده ولا ايه يا دكاتره؟ كنا حتى لو تفتكروا بنقول ان احنا عندنا عضله جايه من هنا اسمها الدايجستريك، بوستيريور بي اوف دايجستريك، مع الانتيريور بي اوف دايجستريك سوبرفيشال، ليها بالشكل ده
ادي الانترميديت تندون. كنا حتى لو تفتكروا بنقول ان ده السب منتال تريانجل وده السب مانديبولار تريانجل. الله يعني كانت فلور اوف سب منتال وفلور اوف سب مانديبولار تريانجل. لو تفتكر ده كله مفهوم يا جماعه الكلام ولا مش مفهوم؟ نقول تاني. طب يا ترى العضله دي ايه الاكشن بتاعها؟ الاكشن بتاعها اكيد اكيد هترفع هنا وتنزل هنا. يعني elevation of hyoid bone ماشي. depression of mandible ماشي. ده كله اثناء ايه؟ البلع. طب بعد اذنك كده حط ايديك هنا وابلع ريقك. مش هتلاقي الفلور اوف ماوث بيطلع لفوق مع بلع ريق؟ خلاص مين اللي بيطلعه لفوق دي؟ يعني elevation of flow of mouth اثناء الديجلوتيشن او السوالوينج. طب ايه كمان؟ يا جماعه ده العضله دي هي اللي عامله ايه؟ الفلور اوف ماوث. ولذلك ليها اسامي كتير. اسمها الاولاني دايفراجما اورز. يعني الدايفراج بتاع ايه؟ بتاع الاورال كافيتي او اورال دايفراج. معلش لو الاسامي دي مش مكتوبه اكتبها. صفحه كام عندي كمان؟ صفحه كام يا الام؟ صفحه 31 يا جماعه. لو الاسامي دي مش مكتوبه اكتبها. او ماوس فلور او اورال فلور مصر. خليها اورال فلور. يعني يقول لك ده الارضيه بتاعت الاورال كافيتي تمام. دي يا جماعه الدايفرام بتاع الاورال كافيتي. خلاص بيسموه دايفرام ماورس او اورال دايفرام او اورال فلور مصر. خلاص اوكي. دي بقيت اساميها اساميها الثانيه. طب ايه النيرف سبلاي بتاع العضله دي؟ نازل لها نيرف سبلاي من مين؟ فاكرين انتوا كان في هنا حاجه اسمها مانديبولار نيرف. كان منزل المانديبولار نيرف بوستيريور ديفيجن وانتيريور ديفيجن. ادي بوستيريور ديفيجن. البوستيريور ديفيجن كان بيدي علي من ضمن علي مين؟ الاي اللي هو مين يا جماعه؟ انفيريور الفيولار نيرف. الانفيريور الفيولار نيرف ده يدخل هنا هيلاقي عنده فورامين جوه اسمها مانديبولار فورامين مش قصتنا. بيديني قبل ما يدخل برانش هنا اسمه ايه؟ نيرف تو مايلو هايويد. وبعد كده هو بيكمل جوه عشان يطلع لي من هنا اسمنتال مش قصتنا. خلاص النيرف تو مايلو هايويد ده لو تفتكر كان بيغذي عضلتين. برافو عليكم. انتيريور بي اوف دايجستريك ومايلو هايويد. ادي النيرف سبلاي بتاعها. مفهوم يا جماعه الكلام ولا مش مفهوم؟ قول كمان مره. يلا ناخد كمان عضله. يلا ناخد كمان عضله. اسالي يا مره. بتنزل المانديبول وتطلع هايويد بون. ليه؟ تطلع الاثنين ازاي؟ عضله جايه. بص بص ثواني بس. عضله جايه من هنا لحد كده. يبقى لما تشدي الانسيرشن على الاوريجن دي تطلع لفوق، ولما تشدي الاوريجن على الانسيرشن دي تنزل لتحت. اكيد طبعا. يعني هتفتحي بقك وتطلعي هيد بوك في نفس الوقت ازاي؟ ها؟ اكيد مش في نفس الوقت. ما هو لازم تثبتي ناحيه. يعني اي عضله بتشتغل لازم نثبت ناحيه. وانا قلت لكم الكلام ده السنه اللي فاتت. الجماعه الامريكان والانجليز دلوقتي بيكرهوا قوي كلمه اوريجن وانسيرشن. ده بجد. لما تقعد مع حد اجنبي كده تتكلم معاه عن اي عضله يقول لك ما بقاش اسمها ده تقريب. ما بقاش اسمها اوريجن وانسيرشن، بقى اسمها اتاتشمنت. ما يحبوش. اصل يقول لك ايه اوريجن ايه وانسيرشن ايه؟ العضله ممكن تتحرك في اي اتجاه. ما عادش القاعده العامه القديمه دي. فهمتيني؟ بس عادي احنا ايه؟ خلينا برضو تقاليدنا وعاداتنا وما نقدرش نتخلى عنها. ودي عضله مهمه قوي. ومن ضمن العضلات اللي ليها ريليشنز مهمه بجد. خلاص؟ يعني يمكن زي ما قلت لكم قبل كده دكتور محيي ما بيميلش قوي للريليشنز بتاعت العضلات اصلا. خلاص اوكي؟ بس في عضلات معينه كده هو بيحب الريليشنز بتاعتها. من ضمنها الهايبروسس على فكره. خلاص اوكي؟ بس بامانه انا مش بقول الريليشنز النهارده بتاعت الهايبروسس
علشان سؤال الهايبوس. انا بقولها لان دي هتريحني قوي الحصه الجايه وانا بشرح السبمانديبولار جلاند. خلاص كده يا جماعه؟ طيب ركز معايا كده ونشوف الهايو جلوسس من اسمها. هايو يعني هايويد صح؟ جلوسس يعني تونج. خلي بالك اللي سمى العضلات برده ما كانش راجل عبيط. كان مسميها بالايه؟ بطريقه منظمه جدا يا ثروت. يعني ايه؟ ما سماهاش جلوسو هايويد ليه؟ لانها هايو جلوسس جايه من الهايويد راح على اللسان مش من اللسان للهايويد. فهمت القصه؟ اما سمى مايلو هايويد سماها مايلو هايويد ليه؟ لانها جايه من اللاين للهايويد. وصلت المعلومه يا جماعه؟ طيب فعشان كده يقول لك ايه؟ يبقى مبدئيا انت عرفت ان ده الاوريجن وده الانسرشن. تعال نرسم رسمه حلوه نخلص بيها الموضوع ونمشي. انت عندك كان ده المندول اهو. انا همسح طبعا او هكسر المندول. امال بترسموا ليه؟ او ده لازم. بصوا ادي المندول بعد ما اتكسر الحمد لله. اوكي يا شباب، كان جاي من المندبل من الحته دي عضله اسمها ايه؟ لسه قايلها عربيات مايلو هايويد اهي. ركز عشان تفهم الرسمه، انا بحاول اديك الرسمه واحده واحده عشان تفهمها الاول. دي اسمها يا جماعه مايلو هايويد اهي، وادي الرافي. يبقى دي مايلو هايويد مصر. حلو كده الكلام؟ طيب ركز معايا، لما كسرت المانديبول هقطع المايلو هايويد اهي. عشان انا عايز اشوف اللسان، ادي اللسان. خلي بالك اللسان كده اهو. يعني ده السايت بتاعت اللسان وده التب بتاعه وده السيرفس اللي فوق او الدورزم دورزل وده السيرفس اللي تحت او الفنترال. عارف ليه سموه فنترال ودورزل؟ لانك لما تيجي تعمل لسانك تعمله كده. هيقول لك ده ناحيه البطن والتالت ده يبقى ناحيه ظهرك. معلش كان مصطوص ساعات بس مش مشكله. خلاص اوكي يا جماعه؟ ده بالنسبه لك مين؟ ده بالنسبه لك الطنج. حلو قوي. ماشي يا جماعه، انا هلغي بقيه المانديبول بقى، مش عايز. انتوا كده تخيلتوا الرسمه جت ازاي؟ خلاص ادي المانديبول اهو. ماشي يا جماعه؟ طيب كان في عضلات جايه من حته في المانديبول اسمها جيليال تيوبركل. اسمها ايه؟ على المانديبول كده من جوه في اتنين تيوبركل فوق واتنين تيوبركل تحت صغيرين قوي اسمهم جينيال. فلما يجي من الجينيال عضله للسان تبقى اسمها ايه؟ جينيو جلوسس. ولما يجي من الجينيال عضله الهايويد تبقى اسمها ايه؟ جينيو هايويد. يعني انت عندك هنا عضله اسمها جينيو جلوسس وعضله اسمها جينيو ايه؟ هايويد. مفهومه؟ طيب ادي يا جماعه الهايويد هنا اهي. ده البودي وده مين؟ المفروض ده الجريتر هورن. يقول لك من الجريتر هورن اوف هايويد بون للسايدز اوف بوستيريور بارت اوف تانج. يعني ايه؟ يعني الحته اللي ورا تانج عامل كده خلاص هي هتلزق هنا والناحيه الثانيه. خلاص اوكي؟ عضله اسمها هايو جلوسس مصر. يبقى دي اسمها يا جماعه هايو جلوسس. يبقى الهايو جلوسس ايه الاوريجن وايه الانسيرشن بتاعها؟ الاوريجن من الجريتر هورن اوف هايويد بون على الناحيتين. فالهايويد بون عامله كده يعني من الجريتر هورن ده ومن الجريتر هورن ده للسايدز اوف بوستيريور بارت اوف تانج. ادي الايه؟ ادي الانسيرشن. طب تفتكر لو ده الاوريجن والانسيرشن
اللسان اهو يا جماعه ركز معايا بقى، عضله ماسكاه كده، يبقى العضله دي تشد اللسان فين؟ ها؟ ها؟ على تحت، تشده فين يعني؟ يقول لك درو تانج باك وورد وعلى تحت. ايوه بص اهي 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 هي هنا كده بالظبط. فتشد التانج فين؟ درو تانج باك وورد كده يعني اللي ورا السنه وعلى تحت. خلاص اثناء الديجلوتيشن، انت اثناء الديجلوتيشن اصلا لسانك بيطلع لفوق وبيروح تحت وبيروح على الجنبين وبيعمل كل الحركات دي، كل عضله بقى تشتغل عليه. ولو مشينا بنفس المنطق يا مرام يعني ممكن نشد العضله لفوق، يعني ممكن نرفع الهايود بون. طب احنا بنحتاج رفعه الهايود بون في ايه؟ بنحتاج يا دكاتره رفعه الهايود بون اثناء الديجلوتيشن. حلو الكلام؟ طيب السؤال دلوقتي بقى، ايه النيرف سبلاي اوف هايو بروسس مصر؟ بص ان شاء الله رب العالمين لما ناخد الطنج هنعرف ان كل عضلات الطنج سواء كانت العضلات اللي جايه له من الحته الثانيه او العضلات اللي في قلبه، هو الطنج نفسه عضله. خلاص اوكي يا جماعه؟ بيتغذوا سبلايد باي حاجه اسمها هايبو جلوسال نيرف. هايبو جلوسال نيرف، الهايبو جلوسال نيرف ده يا جماعه رقم 12 كرينيال نيرف، رقم 12. مفهوم الكلام ده يا دكاتره؟ طيب العضلات اللي بتتغذى دي بالكرينيال نيرف رقم 12 ما عدا عضله واحده ان شاء الله هناخدها بعدين. انا هقول لك اسمعني دلوقتي بس، احنا هناخدها بعدين في الطنج. جايه من البلخ للطنج، في البلخ جايه من البلخ على الجحبيك كده للطنج، اسمها البلاتو جلوسس. عارف لما تفتح بوقك وتلاقي بوقك من فوق كده عامل كده ولسانك اهو، صح؟ هي العضله اللي هنا دي، بس بعدين نبقى نشوفها. بلاتو جلوسس عامله البلاتو جلوسس الفوق، بعدين نبقى نشوفها. مش بتلاقي بوقك عامل كده بالظبط؟ روحوا النهارده افتح بوقك قدام المرايه، بس في اوضه ضلمه كده او في اوضه لوحدك عشان ما حدش يقول عليك مجنون. افتح بوقك كده اهي ثلاثه جلوسس، وقلب بالمره شوف الباروتد دايت. خلاص اوكي، جوه كده قصاد الابر سكند مولر توس. ماشي خلاص اوكي يا جماعه. طيب يبقى دي مين؟ يبقى دي العضله بتاعتنا هاي جلوسس من ضمن عضلات اللسان. كل ما هو جلوسس بيتغذى بمين؟ بالهايبو جلوسال نيرف، ما عدا مين؟ بلاتو جلوسس. احفظها من دلوقتي. طب ايه الريليشن بقى بتاعت العضله؟ ببساطه يا دكاتره الريليشنز اوف ها ركز معايا ارجوك، ركز بقى معايا يا جماعه، ايه الريليشنز بتاعت العضله دي؟ نكمل الميلو هايود شويه، ميلو هايود هنا. لو انا حبيت اكملها يعني. المفروض يا جماعه اللي تحت الميلو هويت في عضله جايه من السوبيريور جينيال تيوبيكل وراح اللسان اهي. اسمها ايه دي؟ جينيو جلوسس. المفروض راح لفوق كده سوري. جينيو جلوسس. في عضلة ثانية جاية من الانفيريور جينيال تيوبيكل ونازلة على الهايود. اسمها جينيو هايود. طيب ركز معايا. كان في هنا الستايلويد بروسيس، سمعنا عنه. كانت معديه عضله منه راح تمسك في اللسان، نقوم مسمينها ايه العضله دي؟ برافو عليك، ستايلو بروسس. طيب فاكرين يا شباب وانا بشرح الفارنكس زمان، انا ما شرحتش فارنكس بس قلت لكم الحته بتاعتها، لما قلت لك الفارنكس دي عامله زي المذكره دي بالظبط، مفتوحه من قدام ومن ورا مقفوله كده، صح؟ لما قلنا يا جماعه ان الفارنكس عباره عن ثلاث عضلات، عضلة من هنا اسمها سوبيريو كونستريكتور على الجنبين، وعضلة اسمها ميدل كونستريكتور، وعضلة اسمها انفيريور كونستريكتور. طب لو حبينا على نفس الرسمة دي نرسم الفارنكس هنرسمها فين؟ هو انت مش عندك اصلا ده البلد؟
وده النوز المفروض. الفرنكس كانت ورا الكلام ده كده. ده بجد خلاص يعني السوبيريور كونستريكتور كانت قصاد النوز. الميدل كونستريكتور كانت قصاد الماوس. الانفيريور كونستريكتور قصاد اللارنكس هنا قصاد الحجارة. ده مبدئيا. يبقى فين الميدل كونستريكتور على الرسمة دي؟ على فكرة انا قلتها هنا والله وانا بشرح ايه؟ الكاروت التراينجل. برافو عليك. خلصوا كده يا جماعة؟ طيب احنا كان عندنا هنا الميدل كونستريكتور في المكان ده تقريبا. تشغلش بالك هي دي روحها فين بقى دلوقتي؟ ميدل كونستريكتور. خلي بالك ان انت لو رسمت الدايجستريك مصر هترسمها فين على الرسمة دي؟ تيجي نرسمها على الرسمة دي؟ اهي. صح والتانية جاية من هنا مش كده ولا يا جماعة؟ صح الله يعني دي البوستيريور بيلي اوف دايجستريك مش كده؟ يبقى فين الكاروت التراينجل وفين الدايجستريك تراينجل؟ مش ده كده الدايجستريك تراينجل وده هنا ده الكاروت. لو حطيت انت الاسترن مسطوله كده يبقى هنا ده الكاروت التراينجل اهو. صح ولا مش صح يا جماعه؟ الله. طب ايه اللي كان موجود في الكاروت التراينجل؟ ده اسمه كاروتد. يبقى فيه كاروتد يبقى فيه كومن كاروتد وانترنال واكسترنال مش كده؟ وبعض برانشات الاكسترنال. فاكرين لما قلت لك كل برانشات الاكسترنال ما عدا حاجتين لما قلت لك صم American ladies found وشلت our pyramids so magnificent لو فاكرين القصة دي او حتى قلت لك دول ممكن نحطهم. فاكرين القصة دي يا جماعة ولا نسيت ولا انتوا فاكرين حاجة؟ ماشي خلاص اوكي. كان عندي هنا external carotid اهو. كان من ضمن برانشات الاكسترنال carotid some American ladies ladies for lingual اهو. اللينجوال نرفع عامل كده بص ده مين؟ لينجوال نيرف. ركز بقى معايا قوي. الارتري سوري اسف. اللينجوال ارتري ده ليه ثلاثة بارتس. ده الفيرست بارت عامل اس لوب كده قبل الهاي بروسس. والسكند بارت ديب للهاي بروسس وراه. والثيرد بارت طالع هنا. حتى ان شاء الله لما ندرسه هقول لك ان الهايوجلوسس ماسل هي اللي بتقسم اللينجوال ارتري لثلاث اجزاء. جزء قبلها البوستيريور بوردر اسمه فيرست بارت. جزء وراها ديب ليها اسمه سكند بارت. جزء انتيريور اسمه الثيرد بارت. مفهوم الكلام ده كده؟ طيب ايه كمان؟ انا بس برسم لك رسمه. بعد ما ارسم يا احمد هقول لك بص انت على الرسمه وقول الريليشنز. فاكرين لما قلنا ان دي المايلوهايويد ودي الهايوجلوسس وايه كان عندنا عضله سوري كان عندنا غده موجوده هنا لما قلت لك حتى ان دي السب مانديبولر جلاند لما اتفقنا يا جماعه ان لو دي المايلو هايويد فالسب مانديبولر جلاند عامله عليها كده السوبرفيشال بارت سوبرفيشال ليها والديب بارت دي ليها ايه الاستراكشرز اللي ما بين الهايوجلوسس والمايلو هايويد والله قلتها قلتها وانا بشرح الكونتنت اوف دايجستريك تراينجل ورسمت نفس الرسمه دي لما اتفقنا يا جماعه ان ده الديب بارت اوف سب مانديبولار جلاند مش كده وطالع منه السب مانديبولار داكت وكان ماشي هنا لو تفتكر اللينجوال نيرف متشعبطة في جانجليون اسمها سب مانديبولار جانجليون مفهومة ولا مش مفهومة يا جماعة؟ مفهومة والله اتقالت قبل كده الرسمة دي مش فاكرينها خالص ده اتبذل فيها مجهود جبار ده اتبذل فيها مجهود جبار وانا بشرح ايه الكونتنتس اوف دايجستريك تراينجل حد يعرف يسمعها؟ ده انتوا كده هتخلونا احط التراينجلز مع الحاجات اللي ما بتمتحنش عليها السبت بجد والله عندنا والله ما هي اهي سب مانديبولار جلاند سب مانديبولار جانجل لينجوال نيرف هايبوجلوسال نيرف اهو على فكره يا جماعه الهايبوجلوسس ماسل بتفصل الصب سوري الهايبوجلوستال نيرف سوبرفيشال عن اللينجوال ارتري دي خلاص اوكي.
خلاص اوكي. طيب تعال ناخد الريليشن يمكن تفهمه. ايه الريليشنز بتاعه الهايبروستس ماسل؟ بيقول لك رقم واحد سوبرفيشال ريليشنز. ايه هي السوبرفيشال ريليشن؟ بيقول لك رقم واحد في السوبرفيشال ريليشن مايلو هايويد ماسل وستايلو جلوستس ماسل. رقم اثنين في السوبرفيشال ريليشن يقول لك الاستراكشرز اللي ما بين المايلو هايويد والهايبروستس اللي هم مين؟ لينجوال نيرف والجانجليون اللي متشعبطه فيه، سب مانديبولار جلاند والضغط بتاعتها اللي هو الديب بارت بتاعها. خلاص كده يا جماعه. ايه كمان؟ هايبوجلوسال نيرف. كفايه دول. خلاص كده يا جماعه. طيب بعد كده يقول لك ايه هي الاستراكشرز اللي ديب تو هايبوجلوسس؟ الاستراكشرز اللي ديب تو هايبوجلوسس مكتوب عندكم ليجامنت كده، يعني خد اسمه دلوقتي اسمه ستايلو هايويد. هنغ ايه كمان يا جماعه؟ مش فاكرين لما قلنا ان في نيرف رايح للطنج والفارنكس اسمه جلوسو فارنجيال؟ فين هنا الجلوسو فارنجيال نيرف دي؟ لا يعني هنا ولذلك يقول لك ايه، بص عشان ما تحفظش كتير، لو دي الهايو جلوسس مصر ماشي، في اتنين ديب واتنين سوبرفيشال، خطين ديب وخطين سوبرفيشال ماشي. الخط الديب الاولاني اهو، لينجوال ارتري، مفهوم يا جماعه؟ الخط الديب التاني اهو، جلوسو فارينجيال نيرف، يعني كده سهل. تخطين سوبرفيشال فين هما؟ اهو مقسمهم بالازرق. ده اللينجوال نيرف. ودي الساب مانديبولار جانج. مفهوم يا دكاترة؟ وده الهايبوجلوسال نيرف، بيتهيألي كده مفهوم. فهمتوها؟ يبقى انا عندي خطين سوبرفيشال وخطين ديب. الخطين الديب الارتري والجلوسو فارنجيال، والخطين السوبرفيشال اللي احنا عارفينهم اللي هم بتوع الكونتنت بتوع الدايجستريك تراينجل، لينجوال نيرف وهايبوجلوسال نيرف. ومتشعبطه في اللينجوال نيرف حاجه اسمها السب مانديبولار جانجل. خد الرسمه الثانيه. ادي اللسان وادي الهايبوجلوسس كان في عضله هنا اسمها جايه من فوق كده اسمها مايلو هايويد. اهي مايلو هايويد سوبرفيشال دي وانا قطعها. حلو الكلام. كان عندي غده هنا اهي ده السوبرفيشال بارت وده الديب بارت بتاع مين؟ صب مانديبولار جلاند. ودي مين يا جماعه؟ الضغط بتاعي. هي سوبرفيشال مايلو هايويد. ما قلتش ازاي مايلو هايويد سوبرفيشال ليه؟ محمد المايلو هايويد كده اهي والصب مانديبولار جلاند كده. هو ايه السؤال؟ ايه العلاقه ما بين المايلو هايويد والهايو جلوسس؟ الهايو جلوسس ديب للمايلو هايويد. مش بعيده يا محمد، ده لازق عليها. المايلو هايويد اهي والهايو جلوسس جوه اهي. طب دكتور اهي بص على الرسمه يا محمد. انا عشان اوريك يا محمد الهايو جلوسس قطعت المايلو هايود وشلت المندب. خلاص اوكي. دي بارت بتاع الصب مانديبولار جلاند مان هو اللي لو دي المايلو. بص يا جماعه لو دي المايلو هايود يا جماعه، لو الموبايل ده هو المايلو هايود الصب مانديبولار جلاند اهي، يبقى السوبرفيشال بارت سوبرفيشال ليها.
والديب بارت دي بيها. فين الهاي بروسس اهي ايديا. يبقى كده مين المحشور ما بينهم؟ الديب بارت. فهمتوا حاجه؟ والضغط بتاعه خلاص بكده يا جماعه. يبقى اذا تو سمرايز بقى عشان تمشوا. ادي يا جماعه خلاص انتوا هتمشوا دلوقتي حالا. ادي يا جماعه ريليشنز اوف هايو جلوسس مصر. رقم واحد عندي سوبرفيشال ريليشن. نقول سوبرفيشال ريليشن واحد مايلو هايويد خلاص بكده يا جماعه. اثنين ستايلو جلوسس. ثلاثه الحاجات اللي ما بين المايلو هايويد والهايو جلوسس اللي هي مين؟ ايوه مرسومه قدامك اهي. سب مانديبولار جانجل ولينجوال نيرف وهايبو جلوسال نيرف وديب بارت اوف سب مانديبولار جلاند. خلاص بكده يا جماعه. طيب انتيريور ريليشن مين اللي قدامها؟ هقول لك انتيريور ليها الاثنين دول جينيو وجينيو صح. ومين؟ والثيرد بارت بتاع ها اللينجوال ارتري. مفهوم الكلام يا جماعه؟ والستيريو ريليشن مين اللي وراها؟ الفيرست بارت اوف لينجوال ارتري والميديال كونستريكت. مين انت؟ بيسب لينجوال سليفري. استني بس يا دكتوره هقول لك كل حاجه دلوقتي خلاص. مين اللي وراها يا جماعه؟ ها فيرست بارت اوف لينجوال ارتري والميديال كونستريكت. مين اللي ديب ليها؟ اللي وراها اللي احنا لسه قايلينهم دلوقتي. افتح المذكره دقيقه واحده بس عشان تمشي خلاص. هي الاوتيك جانجلو اتاخدت قبل كده مش مشكله. احنا خدنا المايلو هايويد ماسل المهمه اللي هي صفحه 31 اكتب عليها مهمه نظري وام اس كيو. مهمه نظري وام اس كيو المايلو هايويد ماسل. طيب هات لي بقى صفحه بعد اذنك 34. احنا ما خدناش العضلات الثانيه، احنا خدنا عضلتين مايلو هايويد وهاي بروسس بس. هات لي صفحه 34 اكتب عليها هام جدا 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 نظري وام اس كيو. تعالى على الريليشنز دقيقة واحدة بعد إذنك صفحة 35. صفحة 35 ريليشن سوبرفيشال ريليشن مكتوب إيه؟ ستايلو جلوسس مصر مكتوبة إن أبر موست بارت. اشطب لي أبر موست بارت دي مش فارق الكلام كتير ده. وبوستيريور اللي جنبها دي. بعد كده مايلو هايويد مصر كفرنج الهايو جلوسس وسيباريت فروم ات باي. يعني ايه يا جماعه؟ يعني دول يعني الاستراكشرز اللي جايين دول اللي ما بين المايلو هايويد والهايو جلوسس. يعني اكتب لي على رقم 3 و4 و5 و6 دول بين المايلو هايويد والهايو جلوسس. اكتب جنبهم كده دول الاستراكشر بين المايلو هايويد والهايو جلوسس اللي هو اللينجوال نيرف والسب مانديبولار جانجلو والديب بارت اوف سب مانديبولار جلاند خلاص اوكي والضغط بتاعتها والهايبو جلوسال نيرف. مكتوب جنب الهايبو جلوسال نيرف اكمبانيت باي. اشطب اكمبانيت باي دي مش عايز اتصال. هايبو جلوسال نيرف كفايه. ومكتوب رقم 7 تحت سوبرا هايويد ارتري. اشطب هو موجود صح مش غلط بس انا مش عايز اتقفص كتير دلوقتي. بعد كده صفحه 36 ديب ريليشن مكتوب ستايلو هايويد ليجامنت. خلاص اوكي احفظوا اسم بس والكلام اللي تحته اشطبه. يعني القوسين اللي تحته منين لمنين مش عايز. ستايلو هايويد ليجامنت وخلاص. مكتوب جلوسو فارينجيال نيرف ماشي. اوريجين اوف بيدر كونستريكتور ماشي. سكند بارت اوف لينجوال ارتري ومكتوب جنبه ايه؟ اند فيرست برانشز. مش عايز انا دي. اشطب البرانشز دي واللي بين قوسين اللي هو الدورزاليز لينجوال ارتري دي مش عايز. يبقى اند اتس برانشز دي اشطبها. يعني اشطب اند اتس برانش. هو كفايه السكند بارت وخلاص. ومكتوب تحته بين قوسين كلوز تو مش عارف مالكش دعوه بالفيلم ده اشطب السطر ده كمان. جينيو هايود وجونيو جلوسس ماشي. انتيريور ريليشنز برضه جينيو هايود وجونيو جلوسس وثيرد بارت اوف لينجوال ارتري ومكتوبه سب لينجوال سليفري جلاندز. خليها بصوا يا جماعه السب لينجوال سليفري جلاندز موجوده في الحته دي. على بال ما ناخدها بس. بعد كده بوستيريور ريليشن ميدل كونستريكتور وفيرست بارت اوف لينجوال اعتقد جاهزه على الرسمه.